بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الفيديو هذية الحقيقة على غير رادة، ما كانتش مبرمجة، ولكن لابد أن نقدمها معناتها توضيحا للرأي العام لبعض النقاط لأحداث متسارعة صارت هالأيامات هذية، وخاصة اليوم. بالطبيعة كما تعرفوا احنا في فترة جمع تزكيات شعبية، والحمد لله ربنا أكرمنا بعدد كبير من التزكيات الشعبية، وفاتت 10,000 تزكية. وقعد الإشكال بالطبيعة كما الناس الكل ولا أغلب اللي ناويين الترشح أنه يتحصلوا على بطاقة عدد 3. تقريبا عندي شهرين وأنا نحاول نتحصل على البطاقة عدد 3. دقينا كل الأبواب، وكان آخرها البارح باب مدير مكتب العلاقات مع المواطن في وزارة الداخلية، اللي قال بطبيعة عن طريق الانترنت عندكم كل الوثائق اللي يدل انه عندك بطاقة عدد 3 وفاتت اجل الوصول اليك، وهنا باش نعملوا بطبيعة في اطار احترام القوانين والامور الادارية الجاري بها العمل، باش نعملوا مطلب تسريع للحصول على البطاقة هذه من عند السيد وزير الداخلية. الشيء اللي عملناه ونتمناه انه تحصلوا على البطاقة متاعنا في اقرب الاجل، الا انه ما راني الا اليوم الساعة تقريبا 2 بعد الظهر مدير الحملة متاعي سيد لطفي السعيدي، اللي معروف ومعناتها كان ليوتنو كولونيل في الجيش متقاعد، وهو يدير الحملة متاعي، يكلمني ويقول لي انه المسؤول على تجميع التزكيات الشعبية متاعنا اللي متواجد في سوسة وقع القاء القبض عليه واحتجازه في سهلول، ثم بطبيعة حمل كل الوثائق بما في ذلك التزكيات اللي عنده، اللي تقريبا أكثر من 15,000 تزكية، هزوهم بطبيعة لمكتب أو مركز شرطة من المفروض أنه يكون سهلول، ولكن قال لي سأتابع ذلك الأمر. ما راني إلا أنه بعد ساعتين زمن تقريبا مع 4:30 5 نتاع العشية، كلمني زوجة سي لطفي اللي متساكن في كندار، معتمدية كندار من ولاية سوسة، وتقول لي جات كرهبة كبيرة كتف وكات بيضة معها كرهبة أخرى كحلة، دقوا على الباب. وقت حللهم زوجي يعني لطفي الباب، حطوا له مباشرة المنوت في دي، وقالوا له فرقة البرجين الاقتصادية، ثم دخلوا كما صار بالنسبة زادة للمتطوع اللي كان لاهي بالتجميع في سوسة، فتشوا الدار وهزوا كل اللي عنده أورديناتور تليفون، معناتها كل الأشياء اللي موجودة عنده أو وثائق أيضا، ثم غادر. وواحد منهم هو خارج قال لهم توا زوجك كان يخدم في الجيش ولو أنه متقاعد، إيش دخله في المداخل هذه؟ بالطبيعة ما نحكي لكمش على حالات الهلع عند الأطفال الصغار، اللي سواء كان في الحالة متاع سوسة ولا الحالة متاع كندار، ثم بالاتصال متاع المحامين بالبرجاني علمنا انه معناتها سي لطفي موجود في البرجاني. للاسف ما عنديش، بما انه سي لطفي هو اللي كان يتابع في الحاله نتاع سوسه، ما عنديش تفاصيل على حاله سوسه للاسف، وهنا تو قاعدين نلقاو في كل التفاصيل هذيا. واتصلوا المحامين بالبرجاني قالوا انه وصل على عين المكان وسيقع الاستماع اليه غدوه 9 صباحا، ما نعرفوش باي تهمه وما نعرفوش علاش هذا يطلق. انا نضم صوتي لصوت الاستاذ قيس سعيد اليوم في الوزاره الاولى في رئاسه الحكومه، ونقول له واضح انه ثم اشكال، واضح انه ثم من يريد ان يفسد هذا العرس الانتخابي، وانا من هذا المنبر ما نعرفش نجم نتكلم معاكم مره اخرى والا لا. اولا اشكر كل من زكاني، اشكر كل من وقف جانبي، ونقول في النهايه احنا حاولنا انه نواصل الامور الديمقراطيه في البلاد، وحاولنا انه تكون الامور بشكل قانوني. احنا عمرنا ما خرجنا على القانون، قد ما حاولوا قد ما استجوبونا قد ما عملوا لنا معناتها ابحاث دائما، والحمد لله اكدنا على نظافه اليد، وهذا نزيد ناكد عليه اليوم. ف اللي كاتب نراوح واحنا ناس مؤمنين، ولكن احمل السيد رئيس الجمهوريه راسا وكل من والاه سلامة هؤلاء وسلامتي الشخصية،
ونقول لهم احنا رانا ولاد بلاد، ولاد تونس وجندها ونحبوها وما نخونوهاش، وعمرنا ما تأمرنا عليها وعمرنا ما عملنا حاجة اللي تسيء لهذا البلد. اذا رجاء الافراج فورا على كل هؤلاء، باش ما نتحدثش على الناس الاخرى لانه حكينا برشا، ولكن الوضع يعني ما عادش يتحمل. احنا على ابواب تقديم ترشحات، بغض النظر على البيت الروا، بغض النظر على 15,000 تسكية اللي تهزت، بغض النظر على هذا الكل، اليوم المهم ما هوش الانتخابات. قولوا لنا شو تحبوا والله هذاك، تحبوا ما نترشحوش ما نترشحوش، ولكن فماش علاش نروع العائلات ونروع خاصة الأطفال الصغار ونحرموهم من والديهم اللي ما عملوا حتى شيء إلا أنهم أمنوا بالخط الديمقراطي وأمنوا بلادنا فيها ديمقراطية وفيها دولة وفيها حقوق وفيها مساواة. ربي يحفظكم وربي يحفظكم.